لأول مرة وبقرار من فخامة رئيس الجمهورية، مراكز الإصلاح والتأهيل بدون غارمين وبدون غارمات. يا سادة، بالمناسبة مش بس كده، هيخرجوا وياخدوا معاهم بإذن الله سبحانه وتعالى، أو خرجوا ومعاهم لوازم رمضان عشان يبقى رمضان كريم على الكل. تقرير وفاصل ونكمل الكلام. قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات. لأول مرة ستخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات بخروج هذه المجموعة من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون بعفو رئاسي، ليتحقق بذلك ما وعد به رئيس الجمهورية. مصر بلا غارمين ولا غارمات، حيث أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 40 سيدة و45 رب أسرة، ليبلغ عدد المفرج عنهم 85 من الغارمين والغارمات في إطار العفو الرئاسي. دي أحلى هدية جات لي، دي أحلى هدية إن أنا هرمضان مع عيالي، دي بالدنيا كلها. ربنا يبارك له هنا رب فات الريس ويخليه لينا ويحفظه وما يحرمنا منه ابدا يا رب. كفاياني كده يعني، انا بوقت كده ان انا مش هعمل اي حاجه تاني ولا هاخد حاجه تاني خالص. ربنا ما يرموش في ضيقه يا رب الريس يا رب، ويوقعوش في ضيقه ابدا العمر كله، ويفرحوا زي ما احنا فرحانين كده. احنا مش عارفين احنا فرحانين ازاي الفرحه دي، ان احنا هنحضر شهر رمضان كده في وسط عيالنا. ربنا يبارك لنا في سياده الريس زي ما فرح قلبنا ويفرحه، وزي ما طلعنا لعيالنا وخلينا هنعيط في وسط عيالنا ونرمط في وسط عيالنا. وحرصت وزارة الداخلية على حضور أهالي المفرج عنهم في مفاجأة أدخلت البهجة والفرحة في نفوسهم. ومصر مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل، خلاص كل اللي فات انساه، ومن بكرة اللي جاي حياة، ومستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. جديد إنك تلاقي مكان. بنشكر الرئيس على اللي عمله لنا، ربنا يكفر شر الحاجات الوحشة ويخليه يخليك لنا يا رئيس. الله يبارك فيك يا رئيس. من جديد في أمان. أسعد يوم عندنا النهاردة إن بنتنا خرجت بالسلامة إن شاء الله، وبارك الله فيكم وتحيا مصر. هنا امتزجت مشاعر الفرحة بين المفرج عنهم وذويهم. الفرصة متاحة أمامهم الآن ليبدأوا من جديد. مبسوطة يا ريس، إن شاء الله يجعلك سعيد في دنيا. أنا مبسوطة وبندعي لك إحنا الكل، وربنا يجعلك سعيد في دنيا وكتر من أمثالك. إحنا مبسوطين إن أنت إيه فرحتنا الفرحة الكبيرة بولادنا وحضاننا. انا مبسوط النهارده ان مامتي طلعت، وده كان احسن يوم في حياتي. مامتي ما شفتهاش بقالي 4 سنين. بشكر سياده الرئيس جدا، وبقول له احنا مش عارفين نقول لك ايه على الفرحه اللي انت عملتها لنا دي، وانا بشكركم كلكم عشان انتوا الناس يعني وقفتوا معانا وقفه جامده. فرحانه ان انا هبقى في وسط اولادي واقضي رمضان في وسط اولادي، والحمد لله. ونشكر سياده الرئيس على الجهد اللي هو عمله معانا. مش كنت اتوقع ان انا اصلا اخرج دلوقتي اصلا لاولادي. انا وعد الرئيس ان انا عمري ما همضي تاني ولا عمري هعمل كده تاني ابدا ابدا ابدا. نوعد الرئيس ان شاء الله ان احنا ما نرجعش السجن تاني ولا نمضي على وصلات تاني بامر الله. باذن الله نوعد الرئيس ان احنا ما نرجعش الحاجات دي تاني والمكان دي تاني. أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بهذه المناسبة قدمها زملائهم من النزلاء، حيث عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالإفراج عنهم، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة الإنسانية التي أتاحت لهم استئناف حياتهم من جديد بعد أن تعثروا لظروف اقتصادية. كما أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. احنا ما كناش متوقعينه، فالرئيس يعني الحمد لله وعد ووفى ومحش ما تأخرش عنا. بنقول له يا رئيس
يعني مش عارف اشكر حضرتك ازاي لحد الان. يعني انا في حلم، انا حاسس اني بحلم، اني ما كنتش مصدق ان انا هخرج دلوقتي. يقف بين المفرج عنهم بعض الغارمين الذين افرج عنهم في فترات سابقه، جاءوا للاحتفال بهم ومعهم، مؤكدين على تواصل الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لهم بعد الإفراج عنهم حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم عبر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التي تتواصل معهم وتقدم الدعم لهم. أنا حاسة قد إيه هم دلوقتي فرحانين إني كنت عايشة مكانهم، وإن الحياة بره هتدينا فرصة تانية وناس تقابلنا كويس وهنشتغل وهنعيش. وقد تم توزيع مساعدات مالية وعينية على المفرج عنهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كل اللي فات انساه، ومن بكرة اللي جاي حياتكم مستحيل. كما تم توزيع هدايا على أطفالهم الذين حضروا الاحتفال. ودع المفرج عنهم من الغارمين والغارمات مركز الإصلاح والتأهيل في طريقهم إلى حياة جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعد أن أدخلت الفرحة على نفوسهم، لتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خالية منهم للمرة الأولى، وتترسخ بذلك القيم الإنسانية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى نشرها وصولا لحياة كريمة.